السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ عاملين إيه؟ وحشتوني. تعالوا نتعرف بعد ما عملنا صيدلية الأدوية، تعالوا نتعرف على أهم الأدوية في الصيدلية بتاعتنا، وإيه آخر حاجة أنا استخدمتها اللي هي لابد إنك هتحتاجها في الأيام دي. آخر حاجة نقول الدواء ده مهم جدا في الايام دي يا جماعة، محلول معالجة الجفاف. الناس اللي بتشتكي ان في سلمونيلا او في اسهال مية، اسهال مائي، لابد ان يكون عندك علبة زي دي او اي نوع من محلول معالجة الجفاف ده. انا بحط كيس منه على لتر المية ساعة ما الاقي الحمام عامل مية. لما تلاقي الحمام بالل الارض او بالل مكانه او بالل في السلاكة، ارضية السلاكة، تحس ان شوية مية مكبوبين. لما تحس ان في شوية مية في السلاكة يبقى على طول تستخدم ده لحد ما المية تختفي وتشوف هتعطي ايه. طيب بعد علاج السلمونيلا اللي هو المنتشر اليومين دول، زي ما شوفنا انا استخدمت ايه في البداية مع السلمونيلا ده؟ كوليفيت استخدمته، ده بيستخدم مع فلوريكول. هنجيب فلوريكول كمان، ده الفلوريكول، لكن ده طبعا عبوة قديمة عندي، معلش يعني هي دي الموجودة. وفي حاجة تانية كمان انا استخدمتها، في برضه الكوليبريم الأردني. كوليبريم الأردني يا جماعة هو صح تمنه غالي، لكن الغالي تمنه فيه. ده ب85 جنيه، الفلوريكول ب50 جنيه، كوليفيت اللي هو الكيس الكبير ده ب20 جنيه. هنسيت اقول لكم ده منه الفلوريكول في منه ازازة صغيرة ب10 جنيه، اللي مش محتاج العبوة الكبيرة ازازة صغيرة ب10 جنيه، وده في منه كيس صغير برضه ب10 جنيه. دواء كمان ده تنفسي استخدمناه في الفترة الأخيرة برضو لما كان في مرض تنفسي، الحمام بيكح، الحمام بيعطس. كمان كان في حاجة معاه كمان عشان دمعة العين، لأن عارفين طبعا دمعة العين مرتبطة بمرض التنفسي. استخدمنا قطرة كمان لدمعة العين، ديكساتيرول، دي ممتازة جدا لعلاج دمعة العين. بنحط نقطتين في الفم أو 3 نقط ونقطة في كل عين لو في مرض دمعة العين، طبعا هو مرتبط بالتنفسي. استخدمنا كمان في الفترة الأخيرة موسع شعبي لما كانت حكاية التنفسي. موسع شعبي النوع ده أو النوع ده أوليفانت. وكمان استخدمنا أخيرا بنستخدم كوليستيزول، ده مضاد سموم، ده اخر حاجة وصلت لها دلوقتي. بعد ما عملنا العلاجات دي كلها، خلاص بقى بنحاول ننظف الحمام من الادوية اللي خدها، فبناتي مضاد سموم ومطهر معوي. ده يا جماعة مش محتاج ان انت تأتي معاه فلاجيل، انا كنت بعطي معاه فلاجيل قبل كده، لكن يعني مفيش مشكلة لو اعطيته من غير فلاجيل. هو الفلاجيل زي الامريزول ده، انا بحط سنتي واحد على لتر المية. عبوة ممتازة جدا، تحس ان هي كمان حاجة نظيفة. طب تعالوا نشوف كمان ايه معانا في الصيدلية. معانا اقراص الخميرة دي اللي هي ما عادتش موجودة، بقى في منها عبوة كبيرة، عبوة غالية قصدي، مش كبيرة، هي مش كبيرة، هي في السعر بس اللي كبيرة. ده طب معانا قطرات، في قطرة برضو لدمعة العين بس ده تركيب، ما يعرفش هي متركبة في ايه غير اللي عملها. وفيه كمان قطرة تانية، ومعايا كمان البخاخة اللي بحط عليها برش بها الزغاليل، بحط عليها افريزين وبخفه بالمية وبرش بيه الزغاليل علشان الحشرات وقاية من الجدري. افريزين او اكتومسرين يا جماعة الموجود، برش منه تحت جناح الزغاليل. نشوف معانا ايه كمان. معانا الاسبرين طبعا استخدمناه علاج للروشة،
جرين، معانا بندكس اللي بستخدمه كل 3 شهور لمدة 3 ايام، بكرره بعد 14 يوم 3 ايام ايضا، قرص واحد على لتر المية. تمام. معانا هيباتيكم ده منشط كبدي، استخدمناه برضو بعد حالات السلمونيلا. ومعانا برضو منشط كبدي فاركوفيت ب12، اهو منشط لوظائف الكبد. بنتعرف دلوقتي، اللي محتاج حاجة يقول لي عليها اقول له الفيديو بالتفصيل. طبعا حاجات كتير عملناها وفي حاجات ما عملناهاش. معانا جروفيت بلس احنا عملناه قبل كده فيديوهات كتير بنتكلم عنه. فيتامين واملاح معدنيه وعناصر نادره من الفيتامينات. طبعا قلنا القطره بتاعه دمه العين، ده كنا بنضيفه على القطره دي، كنا بنضيف منه على القطره دي عشان تكون اكثر فعاليه، عشان برضو مرض دمه العين. وده برمنجانات البوتاسيوم اللي بنغسل بيه المسائي وبنطهر بيه المسائي والاكلات للغسيل يعني، وممكن الحمام يشرب منه. ده مضاد سموم من الازازة فضت، مضاد سموم مستورد ممتاز. دي راس فيتامين فوار، بنستخدمها برضو لرفع المناعة في دخول الفصول، فترة دخول الصيف او في دخول الشتاء. معانا برضو المطهر المعوي امريزول او فيلاجيل، الاثنين زي بعض. معانا عندنا في دروب او بي بي فيت، معانا امريزول زي بالظبط، هو امريزول زي الفيلاجيل زي ما قلنا، مطهر معوي، لكن في انتينال اللي جوه ده، انتينال مطهر معوي ويعالج الاسهال. وفي ديكال ب12 معروف طبعا، فيتامين ديكال ب12. وفي كابكت، ده برضو زي الانتينال، كابكت زيه زي الانتينال. تمام. وفي دروب زي ما قلنا. نطلع للرف اللي فوق نشوف معانا ايه. طبعا ده المرهم ده بتاع بنستخدمناه في الكدمات، اللي هو فاكرين لما الحمامة كانت مكسورة ورجلها زرقاء، ده مضاد للالتهاب ومسكن للألم ومضاد للتورم، بيجيب نتيجة فعالة جدا يا جماعة. لما يكون فرد في رجله اتزنقت، ده بندهن له منه. طبعا نجيبها من باقي من البيت فاضية عندي يعني، فيها كمية قليلة فايضة بدل ما تترمي، فانا جبتها استخدمها للحمام. طب في تافيرول، ده فيتامين حديد. اميولانت طبعا عارفينه، رفع مناعة، فيتامين ورفع مناعة بشري. ديجانورم مهضم للطعام وفتح للشهية، زي الدجستين، هو بديل الدجستين. ودي برضو زيها. والتانية دي زيت كبد الحوت، ده زيت كبد الحوت. وده كالسيمات اللي كلنا عارفينه، كالسيمات بنعطيه ايه، كالسيمات اللي بنعطيه للحمامة اللي بتبيض القشرة الرئيه او الفرد الزغلول اللي مش قادر يقف على رجليه، بس ما يكونش بسبب السلمونيلا، يكون بسبب نقص الكالسيوم. تمام. ده مضاد حيوي واسع المجال. طبعا ده افريزين عارفينه، واللي وراه خالص ده الليسيد اللي باين الاخضر، ده البديل بتاع افريزين. لو ما لقيناش الافريزين بنستخدم الليسيد. طيب معانا ايه كمان هنا، نشوف الدرج ده فيه ايه. الزغطات، كل شيء بيلزم او بيخص الزغطات، انا حطيتهم هنا. والسرنجات، اللي ما شافش التعديل، انا عملت التعديل الدرجين دول. الدرج التاني ده برضو فيه البيض البلاستيك، فيه الدبل، شريط اسبرين، كيس الحليب، بقيت البيض البلاستيك اهو، شكرتون بحتاجه، الافيز ده برضو بحتاجه. طيب هي التعديل اللي عملناه يا جماعة، احنا سيبناه اهو، في ناس كتير عجبها، وفي اللي سألني على مقاسات.
اللي عايز يعمل صيدلية زي دي، في اللي قال لي ان هو انا بحبك جدا لكن زعلان ان انت عملت حصة نجارة. انا عملتها يا جماعة علشان هو في ناس حابة كده، في ناس عايزة الحكاية دي، وفي ناس معارضة لكده، فيعني كل واحد بيشوف اللي هو محتاجه. القناة ليها معظم الأدوية دي، اللي محتاج حاجة مش لاقيها على القناة يقول لي وانا اعملها له. انا وعدت الراجل اللي هو سألني، مش فاكر اسمه صراحة، ان هو عايز يعرف المقاسات بتاعتها ايه. المقاسات كده 50، كل ده 50، كلها من الداخل كده 50، العمق من تحت كده 26، العمق ده بالجزء الخارجي، اما الرف الداخلي 22، يعني في فرق 4 سنتي ان انت هتعمل فيهم المجرة دي اللي هم خارجين دول 4 سنتي هم. هتقسم بقى الـ50 تلات طرفف زي كده، وتعمل الدرفة تنزل فيهم. حبيت تعمل ادراج زي ما انا عملت كده اعمل، ما انتش حابب او مش هتعرف تعمل مفيش داعي. المهم دي المقاسات. نوع الخشب، سألني برضو عن نوع الخشب. نوع الخشب ده اسمه خشب كونتر طبقات. لو قربنا له هتلاقي ان هو كونتر طبقات اهو، او بيتسمى ابلكاش مضغوط على بعضه. ده ابلكاش 12 ملي، احنا هنا في دمياط بنقول عليه ابلكاش 12 ملي، في ناس تقول ايه كونتر طبقات. تمام. كمان كان في برضو اعتراض ان انا عملت انا عارف من الاول ان هيبقى فيها اعتراضات كتير، ان انا عملت الفتحة دي عشان احط فيها الازاز دي كده. قال لي ما كنت تسيبها على بعضها يعني من غير الرف ده. بس مش هتاخد الادوية اللي انا عايزها لو سبتها فتحتها على بعضها. فانا لغيت رف، الرف خد عندي حاجات كتير جدا. ازاي انا محتاج الرف ده وبرضو الازاز ده احط وراها ادوية؟ ما علينا يعني. المهم يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.